من خلق الله الذي خلق الخلق؟ هذا السؤال الذي يتناوله الملحد ويطرحه على المسلم. هذا من أتفه الأسئلة وأكثرها هشاشة وارتباكا. لماذا؟ لأنه يقوم على قياس التمثيل الذي يدخل فيه الخداع كثيرا، وقياس التمثيل يحكم على الشيء بأحكام غيره. صحيح. الشيخ الزنداني في كتابه علم الإيمان يقول مثل هذا السؤال، لما يناقش السؤال نقاشا طويلا طبعا، خلط بين صفات الخالق وصفات المخلوق وصفات شيئين متباعدين. عندما يقوم النجار ويصنع لك باب، فإن النجار نجار والباب باب، هل يمكن أن نقول أن صفات الباب هي صفات النجار، صفات الصانع صفات المصنوع؟ الباب جامد، الباب خشب، الباب فيه طلاء، الباب فيه مسامير، الباب فيه مفتاح، أن نقول النجار فيه صفات المسامير والخشب والطلاء لا، النجار ينام، النجار يأكل، النجار يتزوج، هل الخشب يتزوج وينام ويأكل؟ لو قلنا أن صفات الصانع هي صفات المصنوع لصار الباب نجارا، والنجار شنو؟ بابا، والنجار بابا. هذه واحدة. اثنين، السؤال نشأ من خطأ. لماذا نشأ الخطأ يا سيدي الكريم؟ لأن الإنسان، أنا وأنت والمشاهد والمشاهدين، عنده مدركات في عقله. هذه المدركات العقلية نتيجة ماذا؟ نتيجة تصورات، خبرات في الحياة دخلت من منافذ الحواس، كونت عنده صور في داخل الذهن. فإذا جاء معنى جديد قاسه على ما موجود في الذهن. فمثلا عندما نقول الله رحيم، عنده معنى في ذهنه التقطه عن معنى الرحمة في الحياة، لكن يقوم بعملية لا تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، لا تشبيه، يسمع عن العدل في الدنيا ويرى العدل فيفهمه، ويسمع أن الله عادل فيقطع. هناك عدالة مطلقة تليق بذاته سبحانه وتعالى، وهنا عدالة نسبية ولا تشبيه. يسمع عن العقاب، الله يعاقب فيفصل. لا، لماذا؟ لأنه له هذه المعاني، لها صور في الذهن، ولكن يختلف فيها في قضية أن ما يأتي التمثيل. طيب. لكن عندما يقال له أن الله أول لا شيء قبله، ما في مثيل، فما ليس في ذهنه شيء أول لا شيء قبله، فيقع هنا الارتباك. فنقول له القاعدة، عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. نعم. صحيح. عدم العلم، أنت ما وجدت، لا يستلزم. أين يكون الخلط في هذه المسألة؟ هنا خلط بين التعقل وبين التصور. هو لم يستطع تصور شيء ليس له أول الله سبحانه وتعالى، فنفى التعقل. لا، كما يقول الدكتور صبر الدبرداش في كتابه للكون إله، يقول أنت جالس في البيت مع مجموعة من الأهل وقرع الجرس، فكلنا يتعقل أن طارقا بالباب. صح. ولكن يختلف، كبير صغير، امرأة رجل، مباحث مطوع، ها مبشر منفر، من هو ما ندري، ضيف مسافر. فعدم التصور لا يلغي التعقل. هذا مثل بسيط، لكن الأمثلة التي تعطى كثيرة في هذا، المباحث ما يطرقون الباب زي ما يقتحمون الباب. لكن المثل والعلم الحديث يعطينا أمثلة، وكله قائم كما يقول العالمان في المترجم في كتابهم العلم بمنظوره الجديد، ونظرية أينشتاين يقول لا يستوعبها إلا هو، والثاني اللي ذكر اسمه ناقل فكرته. فعدم التعقل، عدم التصور لا يلغي التعقل. فنحن مثلا نقرأ أن الأمواج التي تحدث اللون البنفسجي تكون بسرعة 60,000 موجة في البوصة. مهما أغمضت عينيك وأرهقت عينيك، تتصور في هذه المساحة بهذه، لا يمكن تتصور، لكن تتعقل بعملية حسابية قطعية مدروسة. سرعة ذبذبات الصوت تصل إلى 500,000 ذبذبة في الثانية، لا يمكن تتصورها، لكن تعقلها. وقديما قال ابن أبي الحديث في قصيدته عن الفرق بين التصور والتعقل، قال والله لا موسى ولا عيسى المسيح ولا محمد علم ولا جبريل وهو إلى محل القدس يصعد، كلا ولا النفس البسيطة لا ولا العقل المجرد من كنه ذاتك غير أنك واحدي الذات سرمد. فلتخسأ الحكماء من حرم عن حرم له الأفلاك سجد، من أنت يا رسطو ومن أفلاك قبلك يا مبلد، ومن ابن سينا حين مرد ما بليت له وشيد، هل أنتم إلا الفراش رأى الشهاب وقد توقد، فدنا فأحرق نفسه ولو اهتدى رشدا وبالرشد لأبعد. هذه قضية التصور والتعقل. نأتي إلى إجابة الشيخ محمد الغزالي في كتابه قضاء في الحق. كم عندنا من الوقت؟ لقاء في لا يرحم والد أمك، لازم نكمل المسؤول المجد، خلي يقول لك كم. طيب. أحساس أحدث الأهم المهم. طيب. محمد الغزالي يقول دار بيني في كتابه قضاء في الحق مع ملحد هذا الحوار. قال لي من خلق الله الذي خلق الخلق؟ قلت له كأنك تريد بسؤالك أن ما من
خالق إلا إن ما من مخلوق إلا ويحتاج إلى خالق. قال لا تلقيني في متاهات، من خلق الله الذي خلق الخلق؟ قلت له اسمع يا ملحد، كلانا أنا وأنت نؤمن بقضية واحدة، موجود ليس له بداية، لم يحتاج إلى أحد، لم يسبق بزمن، وجوده من ذاته، أنت اخترته المادة وأنا اخترته الله. فإذا أردت أن تسخر ممن يعتقد بوجود لا أول له فاسخر من نفسك، لأنك تؤمن بأن المادة لا أول لها، فالقضية واحدة. فقال لي ولكن أحس بالمادة وألمسها وأشاهدها. قلت له يعني يا غبي، زين ليس السؤال في الشعور في المادة، ولكن الشعور إذا كنت أنا معك في مركبة فضائية تسير بين الأفلاك والأجرام بمعدلات وموازين رياضية دقيقة مرسومة، السؤال لا يكون المركبة موجودة ونحس فيها، السؤال يكون تسير عبثا وصدفة وهكذا بلا توجيه، أم تسير بعلم وإرادة وتخطيط وبرمجة. فقال لي أفلو كان في الكون إله أكنا نرى مساكين وفقراء ومظلومين وأطفال يولدون مشوهين؟ قلت له صدق ظني بكم، من أن إلحادكم لم يكن ناشئ من تفكر عقلي ومن قناعة دراسي، وإنما من ردود فعل نفسية على مواقف هكذا شر وآلام وأحزان، بمعنى موقف نفسي لا موقف عقلي. وقديما ذكر الله صنف من الناس فقال عنهم ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابه شر وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. تعال أشرح لك مشكلة الشر وكيف تفهم في دائرة الكون الدنيا والآخرة، وشرح له مشكلة الشر. طيب نأتي مثل بسيط حق العوام. يقول الشيخ حسن البنا، لو دخلت في مكتبك فوجدت الكتاب على الطاولة والرجل على الكرسي أخوك، ثم خرجت فوجدت الكتاب اللي على الطاولة داخل الدرج، تعال وجدت الشيخ فهد السنيدي جالس على البساط، فأنت تسأل من نقل الكتاب إلى الدرج، ولا تسأل من نقل فهد السنيدي إلى الكرسي إلى البساط. ليش؟ السؤال الأول صح، لأن الكتاب ليس له إرادة، لا يحتاج إلى من ينقله، لا يتحرك بذاته، فكان السؤال منطقيا واقعيا. أما أن أسأل من نقل فهد السنيدي فالسؤال غلط، لأن السنيدي فيه قوة وطاقة واختيار وإرادة يستطيع أن ينتقل بنفسه. خذ هذين المثلين مع عدم التشبيه وإنما لتقريب الصورة وطبقهم. لما رأينا الكون محتاج إلى خالق سألنا، ولما رأينا الخالق غير محتاج لم نسأل، لأن السؤال غلط. فالله إمام عبد الفتاح إمام أستاذ الفلسفة الكبير في كتاب مدخل للفلسفة، هذا كتاب مطبوع سنة 1980 81 بالحدود، ناقش أحد ملاحدة العصر اللي هو صادق جلال العظم. يقول أنت آمنت بلاهوت غير اللاهوت اللي تؤمن به، المسلمون يؤمنون بلاهوت، طبعا هذا يناقشه في فيلسوف في جيني. صادق جلال العظم يقول نقف عند سد واحد، نحن نؤمن بأن المادة وأنتم تؤمنون بأن لا، ولكن لو سألناك يا ملحد ما المادة التي تؤمن بها؟ هل هي الشجر؟ يؤمن بالمادة التي يقول عنها الملاحدة كلينين، مقولة فلسفية توجد وجودا موضوعيا خارج الإنسان. فيقول إذا نفس الشيء، لا مو نفس الشيء، أنت تؤمن بالغيب تنكر الإيمان بالغيب وآمنت بالغيب، إله مادي موضوعي خارج الكون، ونحن نؤمن بالغيب وأثبتناه، فغيبك سلبي وغيبنا إيجابي، فأنت كما قال طردت الإمام من الباب ودخلت من وين؟ باب آخر من, 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 من الشباك. وفي هناك إجابة طويلة، لا نكتفي بهذا. مصطفى صبري في كتاب موقف العقل ردا على زكي نجيب محمود في كتابه